طيب ايه معنى لو حد حلم بحد وفي مثلا شتيمه، في عصبيه في الموضوع؟ هقول لك. بص، هو طبعا زي ما قلت في حاجه اسمها احلام التطهير الذهني. لو انت بالفعل متغاظ من حد ومش عارف تاخد حقك منه، فبتشوف في المنام ان انت زعقت وطلعت كل الطاقه اللي جواك فيه. دي احلام لا تفسر، دي بس ما هي نشاط وخلاص. ولكن لو حد مش متوقع منك زعيق او كده بينك وبينه، حد بتكن له احترام يعني، وحصل ده بينكو، ده معناه للاسف الشديد يعني دخول الكلام ده في النص، ده الزعيق ده حد دخول شخص، الشخص ده مصدر هيوقع ما بينكو. بالظبط كده. فلازم تنتبه جدا، وخصوصا لو كان الشتايم فيها حاجه بذيئه، كلام بذيء او سباب او لعان او اي حاجه دي، فده معنى السب واللعن يندرج تحت الشيطان. الشيطان مش المفترض بيه الشيطان الجن، ولكن شيطان الانس. في شياطين الانس اصعب من شياطين الجن، فهي بتكون السبب في وقوع الخلاف ده، فانتبه برضو يعني. تمام.